ألو فخامة الرئيس، شكرا جزيلا على وجودك، على اهتمامك بهالمواضيع وعلى عملك الجبار. نحن اليوم فخورين بأنه مصر أعادت إطلاق هذا التقرير، هيدي شهادة صحة جيدة ومستقبل مزدهر إن شاء الله. وأنا يعني فترة عملي بمصر ما فيني أقول لك، يعني ما بقدر أوصف لك مدى فخري إنه أنا اشتغل بمصر، وأنتم عم تمرقوا بمرحلة عمل جبار وحركة قوية قوية، إن شاء الله الله يوفق الجميع. وإذا ممكن أنا استأذن منك، مصر أم الدنيا، وأنا أمي إجت من لبنان خصيصاً لحتى تحضر هذا الإطلاق، وهي عندها أمنية إنه تتصور معك إذا ممكن. شكرا. وقف هالوقت جنبك اللي شرف كبير، فرحانة كثير وانا فرحان جدا لحضرتك. شكرا. انا بصرني اقدم تقديري لجهودك الجبارة. سوري انا يسعدني انه تقدم بتقديري لجهودك الجبارة بالاصلاح والتنمية والاستثمار. يعني أنا بشوف بمصر شيء مذهل للغاية، وشرف كبير أني أكون معكم اليوم طبعا. وهنيئا لمصر، هنيئا لك وهنيئا لشعب مصر العظيم، ولتكون قدوة لرؤسائنا في العالم العربي. هل بتمنى بطلب من ربي لأننا بحاجة لناس أمثالك فخامة الرئيس، فهنيئا لك وأشكرك. شكرا.